وضعية الكتابة ومثلا مكتب يكتب عليه وكرسي، صحيح؟ صحيح نعم. نعم. هو الأفضل أنه يكون في أثناء الكتابة الطاولة أو الشيء اللي أسفل الكراسة أو الورق يكون مائل شوي. مائل. نعم، هذا يساعد على الكتابة بشكل مريح. مثل كبوت السيارة الحين مائل. كبوت السيارة. الله يسر. جزاك الله خير. طيب، يعني أبدأ بالكتابة الآن بهذا الشكل. تمام. طبعا يضع المصحف اللي يكتب منه أمامه، ثم بعد هذا يبدأ بالكتاب. يكتب كتابة بدون الحركات. صحيح. أولا. نعم. وبعدين يضع الحركات. صحيح. تمام. جزاك الله خير. بارك الله.